لك هي صعبة بس أريح، وشو ما حكيت ما حدا بيفهم عليك. ما 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 والله حرقت الخط وكبيت الموبايل. ما لأنه دفعت فاتورة نصها مو حاكية والنص الثاني ما بعرف منين جايبينه. ما هلا هن شرحوا لي بس أنا حوبي ما فهمت. ما يعني إذا بنص البلد الشبكات بتاخذ وبتعطي، وبس تقطع الكهرباء ما بيعود في شبكة بنو، والكهرباء عم تقطع يعني هيك شيء، فمن وين عم تجي الفاتورة؟ ما ما أخي تعال قلك، هلا الموبايل والتليفون الأرضي مو كلها وسائل تواصل مع الآخر ومظهر حضاري؟ ما مو مشان نتواصل مع الآخر؟ ما طيب هذا الآخر يا أخي لا عم نقدر نفهمه ولا عم يفهم علينا ولا حدا عم يرد علينا ولا عم نوصل لحدا، فليش كل هاللبكة؟ ولا بس لتك العملة؟ لا ما في جوز عيونك، ولكنا بالفاتورة، شو جابك على السياسة؟ هذا اسمه التسلسل المنطقي. ولك يسلسلوك إن شاء الله يسلسلوك، قوم من جنبي قوم. يلعنك واحد ما يا سيدي، كلنا خواريف وبلدي كمان. ماه